سالي، الثالث من كانون الأول من كل عام يصادف اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، ويهدف إلى زيادة الفهم لقضايا الإعاقة وزيادة الوعي في إدخال أشخاص لديهم إعاقات في مختلف مجالات الحياة. صحيح سمر، كما يصادف الخامس من كانون الأول من كل عام يوم التطوع العالمي أو يوم الدولي للمتطوعين، الذي يهدف إلى شكر المتطوعين على مجهودهم، إضافة إلى زيادة وعي الجمهور حول مساهمتهم في المجتمع. اليوم ضمن مساحتنا الاجتماعية المخصصة للأطفال، أكيد خاصة لأهمية تأهيل وتدريب المتطوعين العاملين بهذا المجال، مجال الطفولة، بدنا نخصص بمختلف الأساليب والتقنيات من الدمج وغيرها من قضايا التعلم والحديث. أيضا رح نتحدث عن هذا الموضوع بشكل موسع مع ضيفتنا الدائمة. بصرنا نرحب بالاختصاصية الاجتماعية رندا علي دي. بيسعد صباحك. صباح الخير. يسعد صباحكم. يسعد صباحك رندا، وأهلا وسهلا فيكي. بالبداية مثل ما حكينا كمان بالبداية، الثالث من كانون الأول اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، خلينا نحكي عن هذا اليوم وأهميته وخصوصيته لهذا اليوم وأهمية الاهتمام بقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة. هلا نحن اجمالا بكون في عنا او بنتحدث عن اعاقه او بنتحدث عن حاجه خاصه بتخص اي شخص، كلياتنا عنا احتياجات خاصه، كل حدا بمجال معين. نحن هون بنحاول نشرح اكثر شو يعني اعاقه. الاعاقه مو ضروري تكون اعاقه ظاهره او هي في اي حدا ممكن يشوفها او يكتشفها مجرد ما ينظر للشخص. ممكن تكون إعاقة ظاهرة أو ممكن تكون خفية، ممكن يكون احتياج واضح بالجسد، ممكن يكون احتياج نفسي، ممكن يكون احتياج مثل ما نحن فينا نصنف. حتى لما بيكون في عندي أنا أي طفل ممكن يكون عنده نقص معين بناحية أكاديمية أو ناحية اجتماعية أو حتى الناحية النفسية، فأنا هي بعتبرها حاجة خاصة بتخصه، لازم يكون في له دعم خاص. حتى كمان انا بقدر اعتبرها اعاقه لانها هي بتعيقه عن انه يمارس حياته اليوميه. نحن من دائما بنقول انه اعاقه فمعناتها خلص هو شخص عنده اعاقه، هو ما بيقدر يتحرك، او نحن لازم نخبيه، او نحن لازم ما نكون واضحين او نقدم له الدعم الكافي. لهيك نحن بما يخص الطفل بنحاول نزرع هاي الثقافه من عمر بكير، من الطفوله المبكره، اللي نحن بندمج الفكرتين، فكرة شو يعني تطوع مع فكرة شو يعني أنا طفل عنده احتياج أو عنده إعاقة معينة، أنا كيف فيني أدعمه وكيف فيني أكون شخص مساعد ومساهم لتنمية اجتماعية بشكل عام. نعم، يعني رندا، يمكن مفهوم العمل التطوعي هو مفهوم واسع وشامل وتعزز قيمته خلال فترة الحرب خاصة بسوريا. شفنا الشباب وشفنا يلي مثلكم الأخصائيين كيف عم يعززوا هذا المفهوم من خلال كوادر تأهيلية وتدريبية، خاصة ما يخص مجال الأطفال اللي هن الأكثر عرضة وتأثر بالحرب. خبرينا مفهوم التطوع بمجتمعاتنا، كيف بدأتوا التعريف فيه؟ كيف شجعتوا الكوادر انه تدخل هذا المجال؟ هلا هذا اكثر شيء نحن بنتوسع فيه من الاطفال والمراهقين اكثر. نعم. من الاطفال. الطفل اكثر شيء نحن بنزرع له فكره المشاركه، فكره العطاء بدون مقابل. متى ما بلشت تنزرع هي البوادر او هي البذره الصح بهذا الطفل، فهو مع المستقبل بالمراهقه وحتى بالشباب والرشد رح بيكون شخص عنده قابليه للتطوع وعنده رغبه لانه يقدم بدون مقابل. وهي للاسف نحن بالتربيه بما يخص اطفالنا دائما بنعودهم انه يلا دروس لحتى كافئك. لا، لازم يكون بعد فتره نبدل هذا التعزيز بتعزيز معنوي، انه يحس حاله شخص عم بينجز بدون مقابل، هو شعوره فقط بالتقدير. لهيك نحن بنعمل تكون هي عمليه تبادليه بيننا وبين اطفالنا او بيننا وبين المراهقين، عن طريق تشارك نشاطات معينه، عن طريق تبادل خبرات، عن طريق انه نحن نقدم خدمات لبعض بدون مقابل. بهذا ببلش نحن نزرع هذا الفكر، ببلش نحن نكون النموذج الصح اللي بنقدمه لاطفالنا ولمراهقينا لحتى بالمستقبل يكونوا هن عندهم قابليه. بعدين في نحن كثير نقطه مهمه هو الجانب الاجتماعي اللي بخص الطفل المراهق. تماما المراهق تماما لما بيكون في عنده
تعزيز اجتماعي او لما بيكون ضمن مجموعه عم بيتميز بتقديم شيء بدون مقابل، هذا كافي له ليكون محبب له مفهوم العطاء. تمام. ومثل ما كثير بنسمع انه الاشخاص ذوي الاعاقه الخاصه انه لازم ما نعاملهم مثلا نفرقهم عن الاطفال، اذا كان في عندنا دمج بالمدارس مثلا، اذا عملوا مثلا شيء عادي مثل الاطفال العاديين ما بيعملوهم ما لازم كثير نشجعه انه خلص، يعني مشان ما يحس يعني بحاله من النقص. واكيد كثير في عندنا قواعد رندا خلينا نحكي عليها كيفيه التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصه بالاخص عند المعلمين، خلينا نحكي كيف ممكن يتعاملوا معهم، شو هي القواعد او فن التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصه برايك؟ اول شيء انه انا بدي اتجاهل تماما الهاله اللي نحن بنحط فيها الطفل اللي عنده حاجه او اي شخص عنده احتياج معين، نحن دائما بنحيطه بهاله دراميه حزينه انه بدنا ندعمه بدنا، فبيكون الدعم مضر مو مشجع ابدا ولا له ايجابي. لهيك نحن دائما لازم شو من كانت الطفل، سواء كان طفل سليم او عنده اعاقه او عنده اي احتياج سواء ظاهر او خفي، نحن دائما نكافئ على حجم الانجاز، لا اكبر فهو يصير عنده غرور ويصير عنده طمع او بصير ما بيقدم شيء بدون مقابل، ولا يكون قليل اقل من حجم انجازه فهو بالمقابل حيكون شخص محبط، شخص تقديره لنفسه منخفض، ما بيعرف يحط حاله دائما على السلم الصح بالتقييم الذاتي. لهيك انا لازم اكون دائما متوازنه بهذا الموضوع، كافئ على قد الانجاز، بالتدريج انقل من التعزيز الملموس الحسي اللي هي مكافآت ممكن تكون مثلا بونبون مشوار، لانقلها لشيء معنوي انه برافو، بعد فتره بحط له جدول بقول له انت قيم نفسك، كيف شايف حالك؟ هل انت انجزت الشيء اللي انت رضيان عنه؟ متى ما بلش يعرف فكرة الرضا عن الذات أو يعرف فكرة أنه أنا رضيان بإنجازي وأنا هي إمكانياتي، دائما ما نعطي أنه أنت بتقدر أكثر هو ما يكون بيقدر، لازم دائما نشجعه على قد إمكانياته تماما، خصوصي الطفل اللي عنده احتياج يتقبل حاله يتقبل تماما نفسه. يعرف أنه في أشياء أنا هي طاقتي أو أنا هي مساحتي اللي بقدر أقدم فيها، غير هيك أنا ما بقدر. دائما كلياتنا عندنا شيء بيميزنا أو دائما نحن مميزين بشيء، كل شخص دائما نحن نركز الضوء على الشيء اللي بيميز الطفل، النقطة الإيجابية اللي فيه لحتى هي تدعم النقطة السلبية أو هي تدعم الاحتياج اللي عنده، ما يكون تركيزنا على احتياجه فبالتالي هو دائما عم بيعيش إحباطات ورا بعضها إنه أنا ما عم بقدر أنجز بشيء، يمكن ما يكون يقدر مثلا يركض فأنا ما بروح بشجعه لأنه مثلا يفوت مثلا إنه يدرب على الركض أو شيء، لا بعلمه مثلا رسم، بعلمه موسيقى، بعلمه شيء تاني هو يكون بيقدر ينجز فيه ويشعر بهذا الشعور بالإنجاز. يمكن أهم نقطة حكيتيها ليندا هن كنه نقاط مهمة، ولكن هي عدم، خلينا نقول إنه عدم إحساس الطفل بالإحباط لا يقدر هو يقدم، وهذا كله بيحتاج لحدا مؤهل مدرب بتقنيات وبرامج تدريبية معينة. خلينا نحكي شو أهم التقنيات للبرامج التدريبية للكوادر اللي بدها تساعد الطفل على تخطي أي صعوبة. اول شيء لازم هن نحطهم بهاله دعم نفسي لنشوف هن حجم، لانه دائما نحن الانجاز اللي بناخده من طفل الاحتياج بيكون ابطا من الطفل العادي، اللي انا المتوقع من طفل اخده بشهر طبيعي فانا من طفل الاحتياج ممكن 3 شهور وممكن 6 شهور ويمكن سنين. لهيك دائما الشخص اللي عم بيشتغل مع طفل الاحتياج سواء كان متطوع ولا كان مختص دائما لازم يكون عنده ما عنده يقدر يقاوم احباطه، دائما يكون عنده خطه شهريه على مدى معين انه انا لازم خلال شهرين حقق هذا الانجاز مع الطفل، ان ما اعطى هاي القفزه او هذا التطور فهذا ما بيعني انه انا شخص غير ناجح. دائما كلياتنا في عندنا مشاكل سواء بالبيت، سواء بالشغل، سواء بالحياه، ممكن انا كشخص عم بدرب حدا او عم بشتغل مع طفل احتياج يكون انا عندي احتياج معين، لازم اكون انا محيطه بهذا الموضوع، قدرانه اتكيف معه، قدرانه اعمل شيء، بقول لهم دائما اعملوا رياضه، دائما يكون عندكم اصدقاء، لازم يكون عندهم صبر تماما يتعاملوا بالطريقه الصح مع تماما، لازم يكون في عندهم، نحن كيف بنعلمهم يكون عندهم صبر؟ مثل ما قلت لك بنحط هذا الجدول اللي هو انا بدي احقق هالنقاط خلال مده زمنيه معينه، ان ما حققتها انا شو البدائل، شو الخطه المرونه
الصبر لازم يكون مترافق مع مرونة اقدر اعدل بالخطة اللي انا عم بشتغلها مع الطفل. اكيد رندا، بالختام باليوم العالمي ذوي الاحتياجات الخاصة بدي منك كلمة لكل الاهالي اللي عندهم اطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، او نصيحة ممكن توجهي لهم اياها. للاسف انا لهلا عم شوف في عائلات رغم كل هالوعي وكل هالتوعية اللي عم بتصير لسه في اهالي عم بيخبوا اطفالهم اللي عندهم احتياج. في آلية الرفض الموجودة عند الأهل المثقفين المطلعين إنه أنا ابني ما في شيء، هي بتكون ما لها علاقة أبدا لا بالثقافة ولا بالعلم. بتلاقي أطباء وبتلاقي ناس مثقفين دكاترة بالجامعة بتلاقي عندهم طفل عنده احتياج، بس هن آلية الرفض اللي عندهم إنه أنا ابني ما في شيء، هذا بيأخر الموضوع، هذا بيخلي دائما نحن الخطة العلاجية اللي بتكون بأول 5 سنين من حياة الطفل اللي ممكن تطلعه من مشكلته هي للأسف بتضيع على الطفل بس بآلية الرفض اللي بتكون موجودة عند الأهل. خلينا نكون أكثر وعي، دائما نستشير، دائما نعمل سيرش. معلش إذا أنا ما بدي استشير أعمل سيرش وشوف الأعراض اللي عم ظاهرة عند ابني شو هي وكيف فيني عالجها. صحيح، يمكن من بخطوة جريئة من الأهل بينقذوا طفلهم من كتير أمور، وما في شيء الواحد يستحي فيه، بالعكس رب العالمين عطى ملكات لأصحاب ذوي الاحتياج. تماما، عندهم ملكات يمكن بتفوقوا فيها علينا نحن يلي ما نسمى الأشخاص الطبيعيين، بيكونوا أكثر حنية وأكثر محبة. شكرا لك رندا. شكرا لكم. شكرا لك رندا. شكرا كل سنة وانا بألف خير لكل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، اكيد نحن يعني كلياتنا بدنا نتعاون، اكيد كلياتنا داعمين لهم. شكرا لك. شكرا لكم.